إعطاء نصيحة طبية للمواضيع المهمة. قواعد الوحدة الأولى، دائما ما تجي بالوزارة. الموضوع عندك موجود صفحة 10، عليه تمرين بالكتاب الملون. بالكتاب الملون صفحة 10، تحفظه نصا كما موجود بالكتاب، تروح بالوزارة تاخذ درجتين عليه. صاد عاد ليش مسوي علي مقطع؟ ليش مسوي علي محاضرة؟ خم كلنا نروح اقرا بالكتاب، خلاص انتهى الموضوع. ليش دا تتعبني؟ انا دا اتعبك لمصلحتك استاذ، مو انت دا تتعب، انا هم دا اتعب لمصلحتك. اكو طلاب اذا ما يشوفون محاضرة على اليوتيوب ما يقرونها، واكو طلاب اصلا ما يعرفون شلون يجيهم بالامتحان هذا السؤال. فانا الصراحة اوضح لك هذا الدرس بشكل كامل، انتبهوا وياي. انت حتى تحل اعطاء نصيحة طبية يحتاج من عندك شغلتين، يا اما ترجم الجملة ترجمة كاملة، يا اما تعتمد على مفتاح الحل. تقرا الجمله تلقى بيها مفتاح حل وتحلها. استاذ وشلون يجي السؤال بالامتحان؟ بالبدايه خلي اقول لك فد شغله، احنا عدنا 10 جمل، هي طالعه 10 جمل، ايش قد عدنا؟ 10 جمل. هاي ال10 جمل لازم اني احافظها، وحده من ذني الجمل او وحده من ذني العبارات لازم اخليها بالفراغ وانتهى الحل. استاذ هي جمله والفراغ اللي تقول العفو العباره ينطون اياها بالسؤال؟ لا ما ينطونك اياها، لازم انت حافظها. زين استاذ انه شنو ذني العبارات او الجمل؟ هذني العشره اللي كاتبين بالقلم الاسود قدامك. get enough sleep, drink plenty of water, never miss breakfast, look after your eyes, don't smoke, see the dentist for regular checkups, don't drink too much coffee, take some exercise every day, be safe when you travel, eat a balanced diet. كم جملة؟ 10 جمل. هذني يجنك بهاي الطريقة، باو عليه، تجيك جملة هاي الجملة بها فراغ. شبيه فراغ؟ هذا الفراغ راح تخلي بواحد من ذني الجمل العشرة. بالاخير راح تعرف الموضوع، راح يقول لك يوز ان امبيراتيف تو جيف ادفايس، استخدم جمله امريه حتى تنطي نصيحه. الجمله الامريه هنا ذني العشره اللي قدامك، تستخدم واحده منها حتى تسوي نصيحه طبيه. انت العشر جمل لازم حافظهن. استاذ انا شلون احفظهن؟ باو علي، انا اقول لك هسه عندك شغلتين، يا اما تحفظ ترجمه من الكتاب، يا اما مفتاح الحل راح انطيك اياه بدون ما ترجع للكتاب. باو عليه، تستخدم بالفراغ جيت انوف سليب. إذا لقيت لي 8 hours 8 ساعات ترجمتها 8 ساعات، إذا لقيت 8 hours بالجملة مو راح تقرأ الجملة، تخلي بالفراغ get enough sleep. إذا لقيت لي letter، letter معناها letter، شلون نقول letter مال ماي، letter مال بيبسي، ولكن letter مال بيبسي، المهم يعني letter، تخلي بالفراغ drink plenty of water، شرب الكثير من الماء او اشرب الكثير من الماء. اذا لقيت لي بالجمله ميل، انت ما راح تقراها الجمله، لقيت بها ميل، ميل معناها وجبه، راح تخلي بالفراغ never miss breakfast، لا تفوت وجبه الافطار، ابدا لا تفوت وجبه الافطار يعني الريوق. إذا لقيت لي بالجملة اللي ينطيك إياها once a year، مرة بالسنة، once a year مرة واحدة بالسنة، خلي بالفراغ look after your eyes، اعتني بعيونك، look after your eyes. إذا لقيت لي بالجملة دكتور، راح تخلي don't smoke. إذا لقيت لي بالجملة teeth، أسنان، راح تخلي see the dentist for regular checkups، راجع الطبيب الأسنان لفحوصات منتظمة. teeth ويا dentist، طبيب الأسنان. see the dentist معناه راجع طبيب الأسنان لفحوصات منتظمة. don't drink too much coffee، شو وقت أستخدمها؟ لما أشوف كلمة تي بالجملة، تي معناها شاي، فمن اللي قلت تي بالجملة راح أخلي بالفراغ don't drink too much coffee، لا تشرب الكثير من القهوة. لما ألقى رقم 20 راح أكتب بالجملة take exercise every day، يعني تمرن كل يوم، أمارس الرياضة كل يوم. هاي إذا لقيت رقم 20.
Be safe when you travel. كن آمنا عند السفر. هاي لما ألقى كلمة vaccinations اللي معناها شنو أو vaccination اللي معناها شنو معناها لقاح أو لقاحات. أخلي be safe when you travel. خليك آمن أو كن آمن أو أخذ الفحوصات اللازمة عندما تسافر. هاي كلها العبارة تخليها وين بالفراغ. Eat a balanced diet. تناول غذاء نظام غذائي متزن. أخليها لما ألقى كلمة fruit and vegetables. ال فواكه والخضروات. Eat a balanced diet. أكتبها لما ألقى كلمة fruit and vegetables. الفواكه والخضروات. فلما ألقى ذني راح أكتب كلمة eat a balanced diet. أوكي. هذني 10 جمل لازم أنت حافظهن نصا. عندك طريقتين، أما تروح تقرأها بالكتاب تترجم كامل جملة ترجمة كاملة، أو تعتمد على مفاتيح حلي أنا شرح لك بهاي الطريقة. فأنت براحتك بعد. يا طريقة تفيدك تشتغل عليها. بس خلي ببالك هذا الموضوع جدا مهم. إعطاء نصيحة طبية. شنو عدلاتها بالجملة؟ جملة بها فراغ. هذا بالأخير راح يقول لك use an imperative to give advice. استخدم جملة أمرية حتى تنطي نصيحة. أنت لازم حافظ الجملة الأمرية حتى شنو؟ حتى تكتبن بالفراغ. واضح؟ هسه خلصنا هذا الموضوع. هسه راح أنتقل لك على الوزاريات مال هذا الموضوع. هذه قدامك هي الوزاريات مال هذا الموضوع. أستاذ أنت خبصتنا، قلت موضوع مهم، يعني يلا جاي 5 مرات بالوزاري. كل عقلك تحكي، أنا ضيع وقتي صار لي ساعة وأقرأ موضوع جاي 5 مرات بالوزاري بس، عاونك هيك وأنا أقرأ بيه وأحفظ. تعرف النقطة اللي أقول لك كم مرة جاية هاي؟ 6 مرات بالوزاري جاية بعدها. بس النقطة الأولى جاية 6 مرات بالوزاري، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية جاية 3 مرات أو 4 مرات بالوزاري. فهن ذني مكررات بالوزاري كلش هواي، اختارت لك ياهن أنا. باو عليه، منطيك هنا فراغ. جملة كملها، قال لك use an imperative to give advice، أعطي نصيحة طبية أو عفو جملة أمرية حتى تنطي نصيحة. أنت هنا راح تيجي تقرأ الجملة، قلت لك الطريقة الأولى تقدر تترجم، ترجمها أنت، أو الطريقة الثانية اللي هي شنو؟ طريقة المفاتيح مال الحل. لقيت هنا أنت 8 hours 8 ساعات. إحنا قلنا من نلقى 8 hours راح نكتب get enough sleep، الحصول على نوم كافي. get enough sleep. ارجع هسه على الـ على الـ على الورقه راح تلقى هاي ال 8 hours انا كاتب لك اياها. فلما تلقاها بالفراغ ايش راح تكتب؟ راح تكتب get enough sleep. زين. 2 and brush your teeth 3 times a day. use an imperative to give advice. نفس المطلب. جيت هنا لقيت teeth اسنان. لما لقيت هذا الدليل معناها انت راح تكتب see the dentist for regular checkups. تراجع الطبيب لأجل فحوصات منتظمة. زين. هنا عندنا ideally do sport 3 times a week. هاي جملة تشوف ايش طولها؟ انت رحت لقيت رقم 20. هاي العشرين معناها دا تحكي على من؟ على take some exercise every day. مارس الرياضة كل يوم. مارس الرياضة كل يوم. رابعا the most important meal of the day. هنا أنا قرأت الجملة ما افتهمت اللي افتهمت كلمة ميل. ميل معناها وجبة. فلما ألقى الميل معناها داك دا أحكي على الريوق. never miss breakfast. لا تفوت وجبة الإفطار. خامسا make sure you are up to date with vaccination and take malaria if necessary. هنا أنا نجي على الجملة كذلك لقينا vaccination اللي هي اللقاحات. دا يحكي أنا على جملة السفر. السفر يقول لك be safe when you travel. كن آمنا عندما تسافر. هذا لهنا خلص موضوع ال give advice. أنا بسوي لك يا ليش؟ أكو طلاب ما يدرون هذا الكتاب، هذا الموضوع مهم، أو ما فاتح الكتاب نهائيا. فاللي ما فاتح الكتاب لحد الآن يقرأ ليه ويفتهم ليه ويحفظ ليه ويأخذ عليه درجتين بالوزاري. شوفكم محاضرات ثانية.